على رخصة السياقة. ثانيا عدم الامتثال، سياقة الدرجة النارية تحت تأثير الكحول، استخدام دراجة خاضعة للتسجيل لا تحمل صفائح التسجيل، وضع صفائح التسجيل مزورة، إدخال تغييرات على الخصائص التقنية للدراجة دون إخضاعها للمصادقة، وكذلك تعديل عادم دراجات بغرض إصدار أصوات مرتفعة تتسبب في إزعاج السكين العامة. في هذه الحالات معاقب عليها بالإيداع بالمحجز البلدي. السلام عليكم أشقاء وعشاق الدرجات النارية. كما كتلاحظوا في بداية الدخول المدرسي غادي تكون واحد الحملة يعني شرسة لأصحاب الدرجات النارية. كما شفتوا الناس مؤخرا كيتشكاو على أصحاب السيد سعيد اللي كيكونوا حدا المؤسسة التعليمية، يعني غادي تكون واحد الحملة عليهم، ودا الحملة على الناس اللي معدين الدرجات النارية، ودا بالنسبة للناس يعني اللي ما تيقراوش وكيكونوا كيدورو حدا الليسيات، يعني الا شتوهم غادي توليهم موتور الفوريان تيحققو معاهم. وبالنسبة اللي عندهم بلاكة كبيرة وما عندهمش بيرمي، يعني تا هما غادي شتوهم. بالنسبة اللي عندو شي موتور وما عندوش بيرمي انه يحطو هاد الايامات على الحملة ولا يحطو تيدوز بيرمي. واللي زاد من الامر هو تصوير بعض القاصرين اللي كانوا كيبيعوا المخدرات امام الثانويات. بالنسبة لهاد القاصرين تم القبض عليهم بمدينة الدار البيضاء. ونتمنى انه يعجبكم الفيديو، ما تنساوش جيم بارطاج.